يعني هنا حتى شادي بركات بعت رسالة من المشاهدين بيقول من بورسعيد ده مرض من النوع السادي، ده مش فن. هو مش سادي، لان انا في الحقيقه انا عكس الدور اللي انا شادي، نفهم وجهه نظره اتفضل. العكس الدور اللي انا لعبته تماما. انا مش حد سادي، بالعكس انا بكره كل انواع العنف وضد كل انواع العنف. بس انا فعلا كان الموضوع متعب ليا نفسيا، متعب نفسيا ان انا اروح سواء بروفات سواء العرض نفسه، لانه صعب انك تكون بتجلد بني ادم، صعب جدا. يعني انا اسهل لي ان انا كنت اجلد من ان انا اجلد، اسهل بكتير. ان انت لان احنا اوريدي احنا في المجتمع ده متعودين على الالم، لكن انك توجه الم ده صعب جدا. طيب مش في المجتمع، في الحقيقه عامه. يعني سماح معايا بعض الناس ممكن يقولوا ما خلاص سماح جلدت هي تجل، لكن هل ده وصل الفكره؟ هل ده سيوقف جلد المراه؟ ستظل تجلد بالمفاهيم العنصريه والمجتمعيه المختلفه يعني، لكن كمان كان في قسوه جلد عليكي يعني. فانت بتقولي مش مشكله طالما الفكره هتوصل، حاسه انها وصلت بالفعل؟ يعني انا ما اقدرش اقول النتيجه عامله ازاي. انا اللي عليا ان انا اعرض القضيه واقول للاخر الذكر او الجاني ان هو ده تاثيرك الحقيقي في حياه الانثى او الاخر، فهل انت موافق انك يكون ده تأثيرك؟ يعني أنا دوري إن الآخر يطرح تساؤلات وهو اللي يوجد إجاباتها. أو دور العمل بتاعي إن أنا أطرح تساؤلات بس، والمشاهد هو اللي لازم يحل إجاباتها وهو اللي يوجد لنفسه القيمة دي. لكن ما أقدرش أقف في الآخر أقول محاضرة أقول يا جماعة ده اللي إحنا هو شايف الموضوع مؤلم إزاي، فهل أنت موافق إن يبقى ده استمرار تأثيرك في حياة الآخر ولا لأ؟ اعتقد ان لو حد راجع نفسه وحط نفسه مكان الراجل، انا عشان كده كنت يعني جبت الراجل هو اللي اتجلد في المره الثانيه. عندنا مشاهد الجلد انت بنشوف كده. لو عندكم مشاهد تانية لجلد سماح، في مشاهد كرابيج مختلفه انت بتقولي يعني استخدمته. فعشان كده جبنا الراجل هو اللي اتجلد في المره الثانيه، لان انا عايزه اقول له لو انت ده يعني انت مش هتستحمل الالم ده، فازاي راضي لغيرك؟ ازاي راضي ان انت تعمل ده في الست اللي معاك؟ فالمفروض ان ده يبقى ليه نتيجه ما يعني. طيب سماح انا بشكرك، وطبعا ممكن يكون البعض يتفق معاك بالفعل على ان المراه تجلد يوميا بالعنصريه، بالمفاهيم المجتمعيه السائده، احيانا بالفتاوى الدينيه التي لا علاقه لها حتى بالاسلام، احيانا ببعض التفسيرات الخاطئه لمفاهيم زي مفهوم القوامه. يعني البعض بيفسروا حتى بما يغتال المرأة. وصلت ده بالجلد الحقيقي. انت هنا انا بيفكوني في الاخر، بيفكوكي. وهنا يعني في عملية. انا عايزة بس ارد على موضوع السادية ده، لان هو توجه لنا كتير. بس السادية هي ما اقدرش اعترف هي مرض ولا لا، ما اقدرش اصنفها في كده، هو مش دوري اصنفها كمرض يعني. بس السادية بتمارس بمنهجيه بغرض المتعه، بيبقى ليها شروط وليها اتفاقات. ده في شروط مش متوفره في العرض ده، لان ده ما بيمارس بمنهجيه، احنا مش ده نمط حياتنا. بالعكس احنا اغلبنا ناس يعني في منظمات ليها علاقه بالسلام والتسامح والحاجات دي، ومش بغرض المتعه خالص، لان احنا كنا بنتالم. وبعد العرض اول ما الهدف ده يخلص احنا ما نقدرش نستقبل ضربة واحدة بعد كده. فبالعكس ده مش سادي، ده نوع. طب الرسالة يا جماعة، يعني اطلب منكم رسالة اللي قال يعني مطلوب أو انزل تحت اعمل اتصال انا؟ اتفضل. كنت بقول انه هو النوع ده من الفن هو هيختار طريقة عرضه حسب فكرته وحسب خبرات الفنان. يعني ده ما هو ده مختلف عن المسرح في كده، ان الفنان تقدر تقول له لا انت كنت ممكن تلاقي طريقه تانية، لا ده تقيل شويه عن المسرح. لكن البرفورمانس لا، ما تقدرش تفصله عن خبره الفنان وعن مشاعره وعن تجاربه وعن فانا دي مشاعري ودي تجاربي، ليه ازيفها؟ طب ما انا بوريك اللي انا بحس بيه زي ما هو، ده اللي انا حسيت. بس 100 جلده هو 100 ليه هتبتدي تتحول القضيه الى انه التعاطف مع سماح اللي هي بتجلد. اوكي، ما انا عايزة. لكن هل هو تعاطف مع المرأة لأنها تجلد هتبقى ال ما هو أنا هنا المرأة، مش يعني أنا مش حد تاني غير المرأة بالظبط. أنا هنا سماح اللي هي مرأة في الآخر، يعني أنا دي مش تجربتي الشخصية، دي مشاعر
بتماس مع مشاعر ستات طيب. كتير جدا يعني. طيب استاذ شادي بس عشان هو اللي بعت لنا رساله على حكايه الساديه دي من بورسعيد. استاذ شادي اهلا بيك. استاذ شادي سامعني؟ طيب محمد انا بشكرك الف شكر. شكرا ليك. وسماح الف شكر. لعل الفكره تصل. نعم اتفق معاكي في انه المراه تجلد يوميا بمفاهيم مختلفه، عبرتي عن ده بجلد حقيقي فيكي ما فيكي طبعا من الام ومن ضربات على الجسد بسبب الكرباج اللي احنا شفناه ده، اللي يعني انما الهدف طالما هدفك بتقولي ده فن الاداء لتوصيل هدف معين. بعد الفاصل هنكمل معاكم قضيه